تقدم. اخبار السخنيه ايه؟ نزلت شكله ابتدى يخف.
ايه ده؟ انت صاحي ولا نايم؟ ايوه انا صاحي، مفيش حد قبل ما تمشي ولا انت مستعجل؟ لا ازاي؟ انا بحبك قوي يا بابا. وانا كمان بحبك قوي يا حبيبي. لو انت هتوافق تشتغل معايا في دار النشر يغور هو في 60 ده، انا مش عايزه. طب والعياده هعمل فيها ايه بس؟ انا مش قلت لك ما تتصلش بيا غير لما انا اتصل بيك؟ عدينا 500 مليون ولا لسه؟ السلام عليكم. صباح الفل يا باشا. نفسك جاي الصبح بدري كده؟ مين جه هنا امبارح بالليل؟ جه فين؟ ما حدش جه يا باشا. يعني شهاب اخويا ما جاش هنا امبارح؟ وانت مش عايز تبقى بطل سباحه؟ لا انا عايز ابقى فهد زي بابا. يعني ايه؟ يقصد يحيى ايام ما كان في الحراسات كانوا مسمينه فهد. نسافر 3 ايام يا يحيى، بجد سفريه زي دي هتفرق معايا قوي انا والولاد. ايتن انزلي في دواسه. انزلي تحت يا ايتن. في عاوز اعرف فين مراتي وابني. انت نفسك يا استاذ. اوعى يا استاذ. ايه ده وانا هدخل الطب؟ هم ودوهم فين يا نهد؟ معرفش انتوا ودوهم فين. فين الدكتور؟ ما كانش بايدينا حاجه اكتر من كده نقدر نعملها. يعني ايه؟ شد دحيح. نهد انا هوديه مستشفى تانية. لا يا مولا، هنروح مستشفى تانية يا مولا. هما فين؟ حطيته فين؟ Thank you.
فين ليه؟ ساعة مش عارفين تمسكوا العيال دي؟ فين يا ابني؟ هو اتضرب عليها نار أول ما قربنا من الحارة، والإرهابيين اتحصنوا بمكان الخلية. مش بعت لكم على الإخبارية إن في عيل وسط الإرهابيين من أهل المنطقة؟ يبقى أكيد في حد مسبوع على أول الشارع بيحذرهم لو هتضرب. هات يا ابني السديري. تعمل إيه يا سيادة العميد؟ وإيه اللي أعمل إيه؟ الحمد لله عفيت هو اللي يصرفه. هات يا ابني. هو مين ده؟ العميد حازم صقر، أمن وطن. أيوه يعني هيعمل إيه؟ هيخش يخلص. زينك يا مصطفى. اه مصطفى معلش تاخرت عليك في الرد. يحيى امتى ده حصل؟ هو فين دلوقتي؟ طيب 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 مين؟ انا اشرف يا غادة. أشرف صباح الخير يا غادة. صباح الخير، في حاجة؟ معلش أنا آسف إن أنا جيت لك بس تليفوني كان مقفول. تعال. ثانية واحدة. ده شكل اللي بيشوف أشرف وهو صاحي من النوم. هشيرها وأبقى معاك حالا. أخوك يحيى يا غادة. ميلو يحيى حاولي تمسكي أعصابك.
شد حيلك يا يحيى. بقول يا يحيى، انا مش عايزك تشيل هم اي حاجه، انا عجزت القاعه اللي عزبك. انا مش هعمل عزب. ايه بس انا خلاص، مفيش عزب. ونعم بالله. غدا هتروح البيت اوصلك؟ لا هروح مع يحيى. فتحي بس تنجي معاكم. اشرف مش وقته. هو شاف فين؟ معرفش، من امبارح بكلمه ما بيردش، حتى رسايلي ما بيشوفهاش. الفيلا وانا حصلكم. عايزاكي. بقول لها شد حيلك. شهاب. نعم. اللي سمعتيه انا وانتي عارفين ان هو هيرد من اول رنه. انا مش عارفه حضرتك بتتكلمي عن ايه. اتصلي بشهاب دلوقتي. مش هترد. اكيد ماما الدفاليه ان اتصالات من الصبح غيرها. يترد يا تقفله، مش عايزين فصلان. علا ازيك؟ علا مين؟ تعرف انا مستني التليفون ده من امتى؟ مين معايا؟ ايوه يا ماما. نعم. يا نهار اسود. والله يا نهار اسود على دماغك انت. انت في انهي مصيبه عشان اجي اخدك؟ فين؟ اوكي عرفت العنوان. اه لا 10 دقايق واستناني تحت العماره. 10 دقايق. باي. شكرا. سكتك فين؟ لا انا متفق مع زمايلي هروح معاهم. انا اسف حضرتك. يحيى قال الله أكتر واحد فاهمني، الواحد زيي حصل له حاجة زي كده.
احنا اللي حامينا اكبر راس في البلد، يجي عليا الوقت اللي ما اقدرش فيه احمي مراتي وابني. استهدى بالله، اللي حصل ده نصيبهم. احنا متدربين علشان نقف قصاد حاجه زي كده ونمنحها قبل ما تحصل. يحيى انت تخدت على اخواننا، تضمن منين شويه ارهابيين ممكن يطلعوا عليك على الطريق؟ ما كانوش ارهابيين. انت متاكد؟ ايوه، لو كانوا ارهابيين كان ضربوا نار وجريوا، لكن دول كانوا قاطريني ومسكرين حازم، واحد من الشمال واحد من اليمين، وفضلوا ماشيين وضربوا عليا نار. لو ما كنتش ضربت عليهم النار زمان كنت تدفنونا احنا الاربعه. يحيى انت مالكش اعداء ممكن يعملوا فيك حاجه زي كده؟ مش عارف، يمكن حاجه ليها علاقه بشغل القديم. شغل القديم يا يحيى؟ انت سايب شغلك بقالك 10 سنين دلوقتي، مين اللي هينساك ويفتكرك؟ ويفتكرك ايه دلوقتي؟ مش عارف يا حسن، مش عارف. هتجنن. هو كل ده حصل وانا ما اعرفش؟ ما انت لو بترد على تليفونك كنت عرفت، لكن انت ما بتردش غير على الهانم. طب ويحيى وايتن فين دلوقتي؟ في البيت. أنا مش مصدق. يوسف ومنى؟ يوسف؟ أنا كنت لسه بفكر أزوره لولا يحيى زفت ده اللي كل ما يشوفني يتخانق معايا. كان زماني شفته. الله يرحمه. طب وايتن عاملة إيه؟ تايهة. مش حاسة بأي حد حواليها. حضرتك مستنيه ايه؟ ما يلا نروح لهم. حاضر، بس لازم تبقى فاهم انك هتقابل يحيى. مش عايزه اي حاجه تحصل، الجو متنشن كفايه. ها ماشي ماشي. عشري قال له انت عملت ايه امبارح في الموقع؟ عشري الحيوان. انت كمان متضايق؟ انت هتروح البيت هتقابل يحيى، وشك هيبقى في الارض، هتقول حاضر ونعم واسف. انت فاهم؟ هو لو جه كلمني في الظروف دي يبقى هو اصلا اللي ما عندوش دم. والله انك انت اللي ما عندكش دم. على الصور الضحية تاني، هل يوجد أي صلة بينك وبينهم؟ لا. جبت سلاح الجريمة منين؟ ده سلاح الشخصي. طب طلعه عشان تسلمه للنيابة، مع رخصته؟ أيوه. هات الرخصة كمان. وقد قام المتهم بتسليم سلاح الجريمة للنيابة، وبعدها قررنا نحن أمير عبد الحميد وكيل النائب العام إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته وإغلاق المحضر في تاريخه في تمام الساعة 5:07. اتفضل امضي على المحضر يا أستاذ. أستاذ يحيى أنا بعتذر لك عن التحقيق، أنا عارف الظروف الصعبة اللي حضرتك مريت بيها، بس حضرتك برضو عارف القانون وإني لازم أحقق معاك بالشكل ده. أنا فاهم يا فندم. البقاء لله. ونعم بالله. يحيى معاك سلاح تاني؟ ما تقلقش. طيب انا هفضل معاك لحد ما نخلص الاجراءات واوصلك لحد البيت. انا مش عايز اتابعك معايا يا حازم. زمان صالح جاب العربيه ومستنيني بره. يحيى انا عارف ان احنا بقالنا سنين بعاد عن بعض، بس انت عارف الدنيا بتلهي الواحد. بس انا مش عايزك تقلق خالص، الفترة دي انا معاك كتف على كتفك لحد ما نوصل للكلاب اللي عملوا في الكتف. انا متشكر يا حازم، وجودك هيفرق معايا كتير قوي. يلا بينا. وقف مدى العربية دي يا صالحي. اهو مساعدتك يا حبيبي. انت مين وعايز ايه؟ يا يحيى بيه اهدى، انا المقدم حسين حسني من مباحث العاصمه اللي ماسك قضيتك. من فضلك يا يحيى بيه.
وريني كرنيهك. في حاجة يا باشا؟ ده المقدم حسين من المباحث. اركن انت العربية واتكل على الله. أمرك. أنا آسف. طيب احنا هنكمل كلامنا كده؟ لا اتفضل. اتفضل. ادخل. مساء الخير يا فندم. حازم، صدق بقى ان انت ابن حلال. انا كنت لسه هطلبه دلوقتي حالا. خير يا فندم. قول انت الاول، انت كنت عاوز ايه؟ انا كنت جاي لسيادتك يعني بخصوص محاوله اختيار يحيى نور الدين يا فندم، وكنت عايز اطلب طلب رسمي اني امسك التحقيق في القضيه دي بعد اذن سعادتك طبعا. يا سبحان الله، ده نفس الموضوع اللي انا كنت عاوزك فيه. شوف يا سيدي، احنا جات لنا اوامر بانك انت اللي تمسك القضيه دي بالذات، بس خلي بالك القضيه دي مش هتكون سهله، ده بعد اللي انا عرفته عنها. يعني تقدر تقول كده انك هتتعب فيها قوي. عارف يا فندم. وبعدين يحيى ده اخويا وعشره عمري، من اهم حراسه الرئيس يا فندم. انت شغال في سوق كبير، واكيد في اي حد ممكن توجه له اتهام حتى لو كان مجرد شك. في اي منافس ليك في السوق؟ في حد بينك وبينه عداوه قديمه؟ طارق الجمل ده اول اسم جه في دماغي دلوقتي. مين طارق الجمل ده؟ ده رجل اعمال عنده مكتب استشاري هندسي، منافس لينا في السوق، كان بيشتغل عندنا زمان في الشركه. ايوه يحيى، انت مش شايف اتهام طارق في حاجه زي كده صعب شويه؟ انتيش دخلك في الموضوع، هتعرف اكتر مني؟ انا في السوق وعارف الاشكال القذره دي ممكن تعمل ايه. على كل حال احنا هنحقق وهنشوف. في اسامي تانيه؟ لا. بعد اذنك هرجع. اتفضل. ايوه يحيى، انا فاهمه الظرف اللي انت بتمر بيه، اللي احنا كلنا بنمر بيه، بس يحيى اتهام طارق الجمل في جريمه زي دي صعب شويه. من فضلك يا غاده اقفلي الكلام في الموضوع ده خالص. يعني ايه اقفل الكلام في الموضوع ده؟ بس بقى يا تقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه؟ انا قلت كفايه. انا مش هفضل اتفرج عليكم وانتوا بتتخانقوا مع بعض في الظروف المهببه اللي احنا فيها دي. انا اسفه يا عمي، انا اسفه يحيى، اكيد طبعا مش قصدي اتخانق. يا جماعه احنا كلنا متوترين. يحيى انت عندك حق تشك في اي حد بصراحه. خلاص يا غادي، انا كده ولا كده همشي، مش قادر اقعد في الفيلا. كل ما ببص للباب ده بيتهيألي انه هيتفتح وهتخش منه، هتخش منه وانا مش قادر، مش قادر. يحيى بيه في عرض مشتبه فيه ومحتاجين يتعرض عليك. حاضر. يا يحيى بتزعق ليه؟ طب اهدى اهدى بس وفهمني. طب قول لي فيها يا يحيى. في ايه؟ هي المباحث مسلمه قضيتي لشويه تلامذه؟ يا حازم طلبوني في عرض مشتبه فيهم اروح الاقي شويه عيال مسجلين سرقه بالاكراه وسرقه عربيات، ينفع الكلام ده؟ هم كده فاكرين نفسهم بيشتغلوا؟ انا عايزك تطمن يا يحيى، انا قدمت طلب رسمي عشان امسك القضيه بتاعتك. ما انا ما كنتش عايز اقول لك غير لما توافق عليه. الحمد لله توافق عليه. يحيى اطمن خالص، كل الاساليب دي اتغيرت. ما انت عارفني وعارف شغلي. ماشي يلا سلام. يا حبيبتي وحشتيني، وانت كمان، وانت كمان وحشاني قوي قوي. احتمال اجيلك النهارده، شكلي كده داخل على قضيه هتاخد كل وقتي، فقلت يعني اجي اقعد معاك شويه. طب امي دعيالي بقى لو لقيت سريت مكرونه بالبشاميل.
بس بلاش تبقى بيضه يا حبيبتي، زودي الصلصه شويه. ها زودي الصلصه، فكيها فوق. ما لكيش دعوه انت، صيصيها صيصيها على الاخر. جاي لك على طول. دكتور عمر، الف حمد لله على السلامه. دكتور عمر الله يسلمك. انت خرجت امتى يا دكتور عمر؟ ده احنا كنا بندعيلك ربنا يفك كربك ويطلعك بالف سلامه يا دكتور. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا دكتور. أنا في البيت عندي، معرفش رجلي جابتني على هنا. لا لا لا، ما تجيش، أنا كويس الحمد لله، هجيلك أنا بكرة. يا ستي معلش، محتاجة أبقى لوحدي النهاردة، معلش سامحيني. حاضر، بكرة إن شاء الله أبقى عندك الصبح. فين يا يحيى؟ قلقتني عليك، تليفونك مقفول طول النهار. معلش الموبايل كان فاصل شحن. طب ايه الاخبار يا يحيى؟ طمني. مفيش جديد. ايتم فين؟ ما تقلقش، نامت. وهي عامله ايه دلوقتي؟ صبعها تعبانه. قعدتكم هنا مش صح. ايتم بتتنفض في مكانها كل ثانيه، بتقعد تبص على البلكونه وعلى الشباك وعلى الباب وعلى الكوريدور، مستنيه منى ويوسف يطلعوا من اي مكان. سلمى كلامها صح يا يحيى، شهاب وناهد جم قعدوا معاها شويه، كانت كويسه. اول ما مشوا رجعت لها الحاله دي تاني. ايه رايك يا يحيى لو تيجوا تقعدوا عندي كام يوم لحد ما تهدوا؟ انت كمان محتاج تبعد عن هنا. مش هتفرق، يوسف ومنى معايا في كل حتة، سواء كان هنا أو في أي مكان تاني. يمكن أنت عارف تمسك أعصابك، أيتن مش عارفة. اللي حصل لكم مش سهل يا يحيى، الصدمة كبيرة جدا عليها، أنت متعود على الحاجات دي، هي لأ. أنا مش بقول إنها هتنسى مامتها وأخوها في ثانية، بس قعدكم هنا هيزود حالة الزهر اللي عندها، من فضلك فكر. خلاص نروح عند غادة. ايتن يا يحيى محتاجاك جنبها الفترة دي قوي، وانا الحمد لله شايفاك متماسك. انا شايف يوسف معايا في كل حته. عارفة يعني ايه ابقى شايف ابني قدامي مش عارفة احضنه ولا اكلمه؟ شايفه قدامي على طول، بشوفه في كل طفل بيعدي.
أعيش كده؟ هقدر أعيش؟ أنا مش عارف هقدر أعيش إزاي من غير يوسف ومنى. صعب أوي يا غادة، صعب.